يتواجد في المملكة ما يقارب 800,000 مصري، أغلبهم بلا تصريح عمل، حيث يبلغ عدد الحاصلين على التصاريح 173,000 فقط، رقم كبير يدل على تهاون وغياب الجهات المعنية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات عن هذه العمالة، خاصة بعد أن أوقفت وزارة العمل حملتها على العمالة المخالفة. وهل للغاز المصري علاقة في ذلك؟ عمال مصريون قالوا بأنهم طالبوا السفارة المصرية في عمان بالعمل لتصويب أوضاعهم والحصول على تصريح عمل تكسبهم وضعا قانونيا سليما للبقاء بالمملكة من خلال التنسيق مع وزارة العمل الأردنية. معك تسريح؟ معي تسريح. خصوصا في التسريح؟ تسريح على البطون. بطون؟ عامل إنشاءات. عامل إنشاءات. نعم. بس أنصح الحكومة أن أنت تفتح لنا السفارة زي الأول. نعم. لو تفتح لنا السفارة زي الأول مش خليش ولا واحد مصري، كله يبقى ماشي قانوني. طب بالنسبة للعمال اللي ما معهم تسريح؟ ما معهم تسريح، يعني أنصحهم أن السفارة تفتح لنا السفارة زي الأول. الأول كانت السفارة المصرية مفتوحة، كانت تخدم الناس، كل المصريين كان كلهم معهم تسريح، يعني ولا واحد بيكون ماشي مخالف القانون. لما كنت تسريح على السفارة، أي واحد بيقابلك تسريحك إيش؟ تسريح على السفارة يا عمي، هاي موجود. بطلع زراعي بس أنا على السوق. يعني ما بشتغلش عند اللي بيطلع لي تسريح. المفروض الناس كلها تطلع عشان كله يمشي ملتزم. مع تسريح. التسريح؟ التسريح زراعي. طيب ليش كل معظم العمال زراعي؟ ما يتوجهوا للإنشاءات، عامل النظافة؟ إنشاءات على الشركات بس. والشركات أجيرها ضعيف، ما بتوفيش معنا إحنا كمصاروة. ومصعبين علينا الأمور. المفروض ان الامور تبقى اسهل من كده بكتير. المفروض والله هي تسوه الاوضاع، هي بتصحى كل العمال. يعني انا صراحه البلد يعني هم مش مقصرين معنا في اي شيء، لا في مكتب العمل ولا في اي شيء. هي وتسوه الاوضاع صراحه هي اللي بتساوي كل شيء، يعني كله صراحه المفروض كله يمشي قانوني. ان دي طالعه من البلد، دي بلدنا احنا. ان الاردن ما فيش فرق بين الاردن وبين المصري، مصر والأردن واحد، ولازم كله يسوي تسريح عشان الأمور تكون هادية، ما يجروش وراء العمال ولا يحصل أي حوادث ولا أي شيء. أعداد كبيرة لوافدين يعملون بشكل مخالف في ظل بطالة يعاني منها المواطن الأردني بالدرجة الأولى، ناهيك عن العمالة السورية التي باتت تؤثر على نظيرتها المصرية، فما بالك بالعاطلين عن العمل من أبناء هذا الوطن. حمد الفايز، الحقيقة الدولية.